السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيلدوير هو موقع بتقدر ترفع عليه الملفات، ويقدر ينظم لك الشغل بتاعك وتحط كومنتات وتعمل أساين للتاسكس أو المهام المطلوبة لأعضاء الفريق. دلوقتي هنيجي هنا في السيتنج البروجكت ديتيلز، وتلاقي اسم المشروع، البروجكت كود، الأدرس، العنوان بتاعه، التايم زون، الوقت، العملة اللي هتشتغل بيها، المان باور، هل انت بتتعامل معاهم بالساعة ولا باليوم ولا بالشهر ولا بتنصب عليهم تديهمش فلوس، وحدة القياس. هنا الأرشيف تاسكس بعد كام يوم، الموديل ستورج ممكن يبقى فيه كام ريفيجن، الموبايل لوكيشن كرييشن، البلان، انت الحساب بتاعك هل انت عشان نسخة أفضل أو كده، اللوجو ممكن تغيره لو انت حابب، مين الاونر، اللون، لو في تمبليت، لو انت عندك كاستم ليست تضيف، ممكن تربط حسابك على بوكس او دروب بوكس او وان درايف، بحيث ان لو حصل اي تعديل على الملفات اللي موجوده في الفولدرات دي تتعدل اوتوماتيك في الفيلد واير. وبعد كده هنا ممكن يبعت لك ايميل لو في اي كريشن اتعملت او حصل لها ابديت، او ممكن تختار سند ده لايميل، كل يوم يبعت لك ايميل باي حاجه فيها ابديت او تحديث.